البدلة النفاثة، جديد الابتكارات في المجال العسكري. انتشر فيديو مذهل يشبه أفلام الرجل الحديدي، حيث ينطلق أحد جنود مشاة البحرية من منصة مثبتة على قارب صغير ويطير إلى سطح السفينة، وهو اختبار لبدلة جرافيتي جيت سوت من شركة الطيران البريطانية جرافيتي إندستريز من قبل جنود البحرية في القناة الإنجليزية لتجريب عمليات الطيران المستقبلية. والفيديو يسلط الضوء على كيف يمكن لمشاة البحرية القفز بسهولة من قارب إلى قارب عن طريق الطيران بالبدلات في الهواء، حيث جرى اختبار البدلة على مدار 3 أيام وبمشاركة 42 فرداً من مشاة البحرية الملكية البريطانية لمعرفة قدراتها في العمليات البحرية. والاستخدام الأبرز لهذه البدلة سيكون دعم جنود البحرية على صعود السفن الحربية الكبيرة من القوارب، حيث ستتم هذه العملية بسرعة ومرونة أكبر. وسبق لشركة جرافيتي إندستريز أن تعاونت مع خدمة الإسعاف الجوية البريطانية لاختبار دعم عمليات البحث والإنقاذ بمسعفين طائرين، ونجحت وقتها الاختبارات، حيث تمكن المسعفون من الوصول للمرضى في المواقع الصعبة ذات العوائق بزمن أقصر ب90 ثانية من سرعة استجابة طائرات الهليكوبتر. ويمكن للبدلات التي تذكرنا ببطل فيلم مارفل الخارق أن تصل سرعتها إلى أكثر من 85 ميلاً في الساعة، ويمكن أن تطير لأكثر من 10 دقائق. ولكن هذه البدلات التي تكلف أكثر من 300 ألف جنيه استرليني يتم تجربتها فقط في هذه المرحلة.